السلام عليكم. في هذه الفقرة إن شاء الله غنهضروا على استقامية 3 نقاط في المستوى العقدي. دونك كثيرا ما كنا كنبرهنوا على استقامية 3 نقاط من الثالثة إعدادي وبطرق مختلفة. دابا غنزيدوا طريقة أخرى باستعمال الأعداد العقدية. دونك بصفة عامة كنا كنعرفوا أن 3 نقاط كيكونوا مستقيمية إلى استعملنا، لأن ملي كنهضروا هنا كنستعملوا المتجهات باستعمال لغة المتجهات. مثلا نقولوا ان ا و بي و سي نقط مستقيمه. اذا كانت مثلا هذه المتجهه ا بي كتساوي واحد عدد حقيقي في المتجهه ا سي، او لا ا سي كتساوي ك ا بي، دونك ما كيهمش. دونك هذه هي العلاقه. اذا دخلنا ليها دابا الاعداد العقديه، مثلا اللحق ديال المتجهه ا بي، قلنا اللحق ديال المتجهه ا بي هو زد بي ناقص زد ا يساوي ك اللحق ديال المتجهه ا سي، دونك زد سي ناقص زد ا. دونك ولكن الا خليناها هكا كنوليو ضاربين غير في زد سي بوحدو، اذا خصنا نديرو الاقواس. يكافي الا جبنا هاد زد سي زد ناقص زد ا لهنا. دونك هنا عندنا الضرب غادي يتحول للقسمه، دونك غتولي هادي زد بي ناقص اللحق ديال بي ناقص اللحق ديال ا على اللحق ديال سي ناقص اللحق ديال ا يساوي اش غيبقى لي هنا ك، وقلنا ك هو عدد حقيقي ينتمي الى اغ. دونك اذا عندنا هاد العلاقه هادي اذا تحققت ليا، يعني ان النقاط ا و بي و سي نقاط مستقيمه. دونك حنا كنخدمو غير بالعلاقه غير الطريقه باش كنجبدوها هادي. وهادي هي الخاصيه ا ذات اللحق زد ا، بي ذات اللاحق زد بي، و سي ذات اللاحق زد سي نقاط مستقيمية. إلا كان عندنا زد ا ناقص زد بي ناقص زد ا على زد سي ناقص زد ا كيساوي واحد العدد حقيقي. دونك إلا لاحظتو هنايا درنا ا يخالف سي، علاش؟ لأن إلا كانوا متساويين غيكون عندنا زد اللاحق ديال سي بحال اللاحق ديال ا، وبالتالي غيكون عندنا صفر في المقام، وهذا غير ممكن. دونك سي و ا ميكونوش منطبقتان. دونك هنا عندنا 3 نقاط بالالحاق ديالها، وبغينا ندرسو الاستقامية ديال النقاط ا بي و سي. دونك غنطبقو الخاصية، عندنا زد بي ناقص زد ا على زد سي ناقص زد ا. دونك إلا حسبنا هاديك لخر خص تعطينا واحد العدد حقيقي باش نقولو بأن النقاط نقاط مستقيمية. اللاحق ديال بي هو 3 ناقص اي، واللاحق ديال ا هو جوج اي، اللاحق ديال سي هو 1 زائد اي، ناقص اللاحق ديال ا هو جوج اي يساوي. هنا عندي 3 هو عدد ما كاينش معاه من نجمعو، دونك غتبقى 3 ناقص اي ناقص جوج اي، ناقص 1 ناقص جوج هي ناقص 3، هي ناقص 3 اي على 1 اي ناقص جوج اي، 1 ناقص جوج هي ناقص 1 ناقص اي. ثم خصنا نتخلصو من هاد اي، يعني خصنا نضربو هنايا في المرافق، يساوي 3 ناقص 3 اي على 1 ناقص اي. دونك نضربو في المرافق ديال 1 ناقص اي هو 1 زائد اي. ولكن هنا دونك الاغلبيه كيعرفوا المرافق، ولكن كاين اللي بزاف ديال التلامذ كينساو الاقواس. دونك الله يرجع لكم الاقواس، ضروري نديرو هنايا الاقواس. ثم هنا ملي غنضربو عاوتاني في 1 زائد اي غندير الاقواس يساوي. هنا غادي نقوم بعمليه النشر. هنا عندي 3 غنضربها في 1 هي 3، 3 اي هي 3 اي، ناقص 3 اي في 1 هي ناقص 3 اي، ناقص 3 اي في اي. دونك ردوا البال معايا هنا، ناقص 3 اي في اي. دونك غنخليها هكا باش نعرفو، حيت هنا كيبداو الاخطاء. مقسومه هنا على عدد متطابقه هامه، ا ناقص بي عامل لي ا زائد بي هي ا اس 2، 1 أس 2 ناقص بي أس 2 هي إي أس 2 يساوي 3
دونك الا كتلاحظوا هنا عندي 3 اي ناقص 3 اي هي صفر، دونك غنشطب عليها كتبقى لي ناقص 3 اي اس 2. شنو هو اي اس 2؟ كيساوي ناقص 1 ناقص 1 في ناقص 3 هي شحال؟ هي 3. دونك 3 زائد 3 هنا 1 زائد، علاش درت زائد؟ حيت اي اس 2 شحال كتساوي؟ ناقص 1 ناقص 1 وناقص هي زائد 1 يساوي 3 زائد 3 هي 6، 6 على 2 هي 3، و 3 هو عدد حقيقي. إذا AB والسين قط مستقيم. وهكا كنبينوا أن النقط مستقيمة. نتمنى أنكم استفدتوا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.